تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بقول لكم قصته. منصور السالم يا شباب كان حاضر جلسة زي هذه. هذاك اليوم كان عندنا جلسة زي هذه وكان جاينا أحد المشايخ. واحد من العيال مر على منصور السالمي في الحارة وقال له يا منصور تعال في جلسة حلوة تعال احضر. وجاء منصور، والله أنا كنت موجود ذاك اليوم، كان حاضر في النص جالس يسمع الشيخ ايش يقول، الشيخ ايش يتكلم، كلام الله كلام الدين والإيمان. سمع الشيخ منصور آية خلت منصور يبكي في الجلسة، والله كنت موجود ذاك اليوم. الآية هي قول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. منصور يقول الآية هذه أعرفها، بس ذاك اليوم كأني أول مرة أسمعها. يقول كنت أعاني من ضيق هم نكد ما كنت أعرف السبب. يقول بعد هذه الآية عرفت السبب. كنا نطلع الروح نفل مع الشباب بس أرجع ضيق هم، ليش؟ لأن الله قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله منصور جلس يبكي. جينا بعد الجلسة يا منصور أبشر بالخير، الله غفور رحيم، الله كريم يا منصور، إيش رأيك يا منصور تأخذ عمره تبدأ صفحة جديدة مع الله من الحرم؟ قال قدام والله عمره، ونروح مكة وناخذ عمره ونبدأ صفحة جديدة مع الله. ويدخل معانا التحفيظ في النزهة ويبدأ منصور والله من قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس والله حسيب. استمر في التحفيظ، استمر في حفظ القرآن، دخل دورة شهرين في الإجازة، شهرين ما يطلع في المسجد، شهرين يا شباب ما يطلع إلا للنوم ويرجع، وبعدها يختم كتاب الله. والآن تفاجأنا إلا منصور السالمي أصبح هو إمام مسجدنا اللي فيه التحفيظ، أصبح الإمام. شوية منصور أصبح داعية، شوية ما شاء الله بدأ الناس يستمعون تلاوة، شوية شوية والله العظيم يا شباب الله رفعه بالقرآن، والله العظيم. الآن متابعينه في الانستغرام أكثر من مليون. أنا رحت معاه في الحج رايحين نرمي الجمرات، والله إنه ما قدر يعني إلا يتلثم بس، ورايح الجمرات يتلثم من كثر الناس اللي إيش يسلمون عليه ويحبونه، كلهم من الجزائر من المغرب من تونس من العالم كله سبحان الله يحبون الرجل ذا. من اللي رفعه؟ الله وكلام الله وكتاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الآن داعي يا منصور، الآن هو جايكم في الطريق وتستمعون تلاوته وتسمعون كلامه، لكن الشاهد يا شباب هداية منصور فين كانت؟ في جلسة زي هذه. استمع كلام الله، استمع الآيات، أقبل على الله، صدق مع الله. الآن والله العظيم من أسعد الشباب. نعم يا شباب سمع قول الله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. السعادة بيد مين يا شباب؟ بيد الله. يسعد مين انت بعقلك؟ يسعد مين، اللي يطيعونه ولا اللي يعصونه؟ ها خلاص واحد زائد واحد. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، حياك الله يا شيخ منصور، يا مرحبا. احد يعلم يا شباب، ها هنا حفرنا هنا دفننا. المهم ايش تفضح يا بدر؟ فيش لا يا ابو استغفر الله العظيم، ما قلنا شيء يا عيال. اللي رشني ولا حاجة، اللي رشني بالماء رشه بالدم. ترى سمعت شيء انت؟ ترى دعوة ها؟ قلنا اي ما قلنا الا كل خير ان شاء الله. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله أكبر.